أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سنتناول موضوعات الأسبوع السادس لمادة اللغة والأدب، وكما تطرقنا سابقا أيضا سنتناول فن من الفنون الأدبية وهو فن القصة. وكما قلنا سابقا عزيزي الطالب بأن القصة هي فنا أدبيا إنسانيا محببا، وهي تتناول عناصر عدة تتشكل فيها وتتكامل في إطار فني مندرج، فتزيد من قوة التجسيد من خلال الشخصيات وتكوين الأجواء والمواقف والحوادث، وتدور في إطار الزمن والمكان المحددين. أبدأ عزيزي الطالب بذكر الأهداف لهذا الأسبوع. ذكر محتويات دروس الأسبوع السادس والتفصيل في هذه المحتويات والمهام المطلوبة. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى نموذج من نماذج القصة والتي بعنوان مصاعب الحياة. سوف نقوم بقراءة هذا الدرس قراءة جهرية معبرة، ثم القراءة التفسيرية، وأيضا سنقوم بتحليل هذا النص وبيان عناصر القصة فيه. مصاعب الحياة. اشتكت ابنة لأبيها مصاعب الحياة وقالت إنها لا تعرف ماذا تفعل لمواجهتها، وإنها تود الاستسلام، فهي تعبت من القتال والمكابدة، ذلك إنه ما أن تحل مشكلة تظهر مشكلة أخرى. اصطحبها أبوها إلى المطبخ حيث كان يعمل طباخا، ملأ ثلاثة أوان بالماء ووضعها على نار ساخنة، سرعان ما أخذ الماء يغلي في الأوان الثلاثة. وضع الأب في الإناء الأول جزرا وفي الثاني بيضة، ووضع بعض حبات القهوة المحمصة والمطحونة في الإناء الثالث، وأخذ ينتظر أن تنضج وهو صامت تماما. نفد صبر الفتاة وهي حائرة لا تدري ماذا يريد أبوها. انتظر الأب بضع دقائق ثم أطفأ النار، ثم أخذ الجزر ووضعه في وعاء، وأخذ البيضة ووضعها في وعاء ثان، وأخذ القهوة المغلية ووضعها في وعاء ثالث، ثم نظر إلى ابنته وقال: يا عزيزتي ماذا ترين؟ أجابت الابنة: جزر وبيضة وبن. ولكنه طلب منها أن تتحسس الجزر، فلاحظت أنه صار ناضجا وطريا ورخوا، ثم طلب منها أن تنزع قشرة البيضة، فلاحظت أن البيضة باتت صلبة، ثم طلب منها أن ترتشف بعض القهوة، فابتسمت الفتاة عندما ذاقت نكهة القهوة الغنية. سنكمل عزيزي الطالب قراءة النص معا في الصف، ونبين عناصر القصة وما هو المغزى والفكرة الرئيسية الواردة في هذا النص. وفي هذا الأسبوع عزيزي الطالب أيضا سوف نتطرق إلى القاعدة النحوية بعنوان إنا وأخواتها. سوف نتعرف على أخوات إنا، سوف نتعرف على أن هذه القاعدة تدخل على الجملة الإسمية فتغير المبتدأ ويسمى اسما لها، والخبر يبقى خبر لكن هو خبر مرفوع، أما اسمها هو اسم إن منصوب. لإن وأخواتها، لإن العديد من الأخوات، منها إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، ولكل منهن معنى خاص بهن. إن وأن تفيد التوكيد، كأن تفيد التشبيه، لكن تفيد الاستدراك، وليت تفيد التمني، ولعل تفيد الترجي. عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نتطرق إلى هذه القاعدة النحوية، وسوف نقوم بتدوين هذه القاعدة على اللوح ونقلها على الدفاتر، ثم الانتقال للإجابة عن هذه القاعدة من خلال ورقة عمل سوف أقوم بإعطائها لكم.
إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من موضوعات الأسبوع السادس، شاكرة لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء أحبائي وأعزائي الطلبة.